مفيش شك ان الموسيقى لغه عالميه بتتخطى كل الحدود، عشان كده المهرجانات الموسيقيه والغنائيه بتكون فرصه طبعا علشان ينتشر الفنون وتوصل لاكبر عدد من الجمهور، وطبعا بتخلي الناس تتجه ناحيه مقاصد سياحيه جديده، وده اللي احنا بنشوفه في مهرجانات زي مهرجانات العالمين والاوبرا ومهرجان الصيف الدولي بمكتبه الاسكندريه اللي انطلق امبارح. في الحقيقه اسكندريه بتمثل كل المصريين، يعني كلمة المصيف، والمصيف السنة دي أصبح مصيف ثقافي بوجود سواء معرض الكتاب اللي أقيم في مكتبة اسكندرية أو بهذا المهرجان. معانا الموسيقار الدكتور رجح داوود المشرف على مركز الفنون في مكتبة الاسكندرية على الهاتف، هيكلمنا عن تفاصيل هذا المهرجان. صباح الخير يا فندم ومنورنا في صباح الخير يا مصر. أهلا، صباح الخير، أهلا بيكم، أهلا بيكم. خلينا نتكلم في البداية عن الدول المشاركة في مهرجان مكتبة اسكندرية. في دول كتير من اوروبا زي البرتغال وايطاليا والنمسا واليونان. ايوه. والاردن وبيروت. بالاضافه طبعا لمصر، المشاركه الكبيره اللي موجوده من الفرق اللي موجوده في مصر. طبعا انا بتكلم بالنسبه للموسيقى او المسرح او السينما، يعني أي. الفنون كلها. والدوره ال 21 هو يعني ابتدت امبارح، وبتقدم فنانين كتير من العالم طبعا، بس الغالبيه العظمى طبعا من مصر. وبتقدم حريصه على انه يبقى في يعني حاجه من التوازن ما بين الفنانين الكبار. يعني امبارح مثلا كان حفل الافتتاح فيه الفنان الكبير حمزه نمره، بيقدم الاغاني بتاعته المحبوبه. وحمزه نمره هو فنان من اسكندريه اصلا يعني. أيوة. بالإضافة للفنانين زي عمر خيرت وزي علي الحجار وزي هشام عباس إلى آخره، لكن كمان في التوازن اللي بقصد عليه، وفي كمان يعني مجموعة شباب من الموهوبين الموجودين اللي يمكن أحيانا بعض منهم يعني بيشتغل لأول مرة على مسرح، وفي الاصل هم من الفرق المستقله الاندر فيعني احنا بنحاول انه يبقى المهرجان ده كمان يعني فرصه للشباب، امبريلا تستقطب كل المواهب الغنائيه يعني. بالظبط كده. طيب الاعداد لمهرجان زي ده يعني اكيد ما كانش بالساهل، التجميع الاذواق المختلفه والاراء المختلفه وانواع المزيكا المختلفه اكيد اشتغلتوا عليها فتره كبيره يا فندم. المهرجان يعني المهرجان بيخلص، وبعد ما بيخلص يمكن بشهر او شهرين ويبتدي الاعداد للمهرجان اللي بعده، لانه المهرجان يعني مدته حوالي اكتر من شهر، ويوميا بيبقى فيه اكثر من ايفنت، اكثر من حدث فني. يعني بيبقى فيه يعني في حوالي كان اكثر من 50 حدث فني خلال الشهر. طبعا ترتيباته ما بتبقاش يعني بتبقى مزعجه، خصوصا كمان يعني في انه في مهرجانات في الوقت ده، في الوقت الحالي كمان في أماكن أخرى، وتحتاج يعني مشاركة من الفنانين زي مهرجان العالمين، زي المهرجان اللي في الرياض، زي بعض المهرجانات اللي موجودة في دول أوروبا أو الأردن أو 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 لبنان إلى آخره يعني. فالإعداد بياخد فترة طويلة، ولكن الحمد لله يعني مركز الفنون في المكتبة بالنتيجة لأن دي الدورة ال 21، فعندهم خبرة 21 سنة في إقامة المهرجان يعني. طيب كلمنا عن ألوان الموسيقى المقدمة، يعني في بلوز، في جاز، في
الشرقي معمول ازاي. يعني معانا راجح داوود، محتاجين ثقافه موسيقيه برضه. هو المهرجان طبعا بالنسبه لربنا يخليك تعيش، لكن هو بيقدم مختلف انواع الفنون. يعني بيقدم الموسيقى العربيه التقليديه، تمام، بيقدم الموسيقى العربيه الحديثه الجديده يعني، تمام، كويس. بيقدم في بيبقى في حفلات، حفله جولديز اولديز، الحاجات الموسيقى الاوروبيه الخفيفه اللي فيها نوستالجيا، تمام، بيبقى جمهورها كمان كبير قوي. السنه دي يعني في المؤلف الموسيقي خالد القمار عاملين له حفله مؤلفاته الموسيقيه للسينما والمسلسلات، يعني الميديا المالتي ميديا. وهو اول مره يعمل حفله، يعني هو معروف طبعا من خلال اعماله اللي موجوده على اشرطه الافلام السينمائيه او التلفزيونيه، لكن بيعمل حفله لايف. في بالاضافه بقى الفرق الموسيقى الاندبندنت الاندر جراوند، الاندر جراوند اللي منتشره سواء في القاهره او في اسكندريه، واحيانا كمان في فرق من يعني فرق من الريف المصري. كويس قوي. طبعا في في عامر التوني، في يعني بتلاقي كل انواع الموسيقى تقريبا ممثله في المهرجان. في اوركسترا مكتبه اسكندريه بيقدم حفله الموسيقى الكلاسيكيه، وبيقدم حفله مع عمر خيرت، في الفنان علي الحجار، هشام عباس، يعني كل ما يعني ال يعني كل ما يمثل الموسيقى، ايوه، تقريبا يعني موجود في صحيح في المهرجان. كل الشكر للموسيقار الدكتور راجح داوود المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، شكرا جزيلا ليك.